ثم يقول السائل: سماحة الشيخ، إني أحبك في الله، ما حكم النساء اللاتي ونصيحتكم لهن يدخلن ما حكم النساء اللاتي يدخلن المسجد الحرام وهن كاشفات الوجه ويجلبن الفتنة للرجال مع توجيه النصيحة؟ الواجب على المسلمات أن يسترن أنفسهن عند الخروج من البيت، حينما تخرج المرأة من بيتها يجب عليها أن تستر نفسها، وفي المسجد الحرام من باب أولى، لأنه محل عبادة محل طاعة، فلا تظهر المعصية في المسجد الحرام، تسفر عن وجهها أو تتبرج في المسجد الحرام، لأن المعصية في الحرم أشد من المعصية خارج الحرم. فعلى المسلمة التي تريد الأجر والثواب من الله أن تستر نفسها عند الخروج ولا يبدو منها شيء. نعم.